أهلا بكم. العناية بسرة الرضيع وسرة المولود الجديد. يعد الحبل السري الرابط الأساسي بين الأم والجنين. يبدأ الحبل السري من فتحة في بطن الجنين تعرف باسم سرة الرضيع، ويمتد من هناك إلى المشيمة التي تقع داخل الرحم، وتكمن أهميته في تأمين الغذاء والأكسجين للجنين من خلال الدم الواصل من الأم بواسطة الأوعية الدموية داخل هذا الحبل. كثير من الأمهات تسأل: متى تسقط سرة المولود؟ يختلف موعد سقوط سرة الرضيع أو الجذعة بعد أن تجف من طفل لآخر، وعادة تسقط خلال 7 إلى 21 يوماً من الولادة. وبعد سقوط سرة المولود ينتج عنها جرح صغير قد يستغرق عدة أيام للشفاء. في حالات قليلة قد يحدث تأخر سقوط سرة الرضيع لفترة قد تصل إلى 4 أسابيع، الأمر الذي قد يؤدي إلى قلق الوالدين، رغم أنه يعد وضعاً طبيعياً ولا يدل على مشكلة صحية. أما في حالة تأخر سقوط سرة المولود عن شهر، فيجب استشارة الطبيب لمعرفة الأسباب والمساعدة على تسريع سقوط سرة الرضيع. يختلف شكل سرة المولود بعد سقوطها، وغالباً ما تلاحظ الأمهات بروز سرة المولود خلال الفترة الأولى، ثم تبدأ في التعمق للداخل تدريجياً. وسوف تجد الأم بعض القشور الداكنة في سرة الرضيع، وهي عبارة عن دم جاف، وقد يصاحبها قليل من السائل الأصفر لبضعة أيام. يعتبر نزول دم من سرة المولود أمراً طبيعياً وشائعاً لعدة أيام بعد سقوطها، والذي يكون عادة على شكل نقاط دم جافة على ملابس الطفل فوق السرة، وقد تكون نتيجة حك الملابس أو الحفاظ بمنطقة السرة لدى الطفل. وأما النزف الغزير فقد يكون مؤشراً لوجود مشكلة في ربط السرة أو حدوث التهاب في سرة الرضيع، وفي حالات نادرة قد يكشف ذلك عن إصابة الطفل بمرض الداء النزفي الوليدي. يتوجب الحفاظ على نظافة سرة الرضيع وتعقيمها قدر الإمكان، تفادياً لحدوث الالتهاب ولتسريع سقوطها. يتم تنظيف سرة الرضيع بشكل مستمر باستخدام القطن والماء الدافئ والصابون الطبي، مع تجنب استخدام الكحول. من أهم إجراءات تنظيف سرة المولود بعد سقوطها هو الحفاظ على جفاف منطقة سرة الرضيع وما حولها، كما ينصح بتنظيف جسم الطفل خلال الفترة الأولى باستخدام الإسفنجة بدلاً من الاستحمام وغمر جسم الطفل كاملاً في الماء. وأيضاً تعريض سرة الرضيع لهواء الغرفة بشكل متكرر، وتجنب استخدام الضمادات الطبية في تغطيتها، يساعد ذلك في تسريع جفاف السرة أو جذعة المولود. وعدم تغطية سرة الرضيع بالحفاضات، حيث يجب اختيار حفاضات لا تغطي سرة الرضيع، أو القيام بطي الحفاضة بحيث لا تلامس سرة الرضيع، وتغيير حفاضات الطفل بشكل مستمر، وذلك للمحافظة على جفاف ونظافة المنطقة، ومنع وصول البول أو البراز إلى سرة الرضيع، والذي قد يكون سبباً في حدوث العدوى. كذلك ينصح بربط الحفاضات بطريقة بحيث تبقى منطقة سرة المولود مكشوفة. في حالة عدم الحفاظ على نظافة سرة الرضيع، فيمكن أن تصاب بالالتهاب، وتشمل أعراض التهاب سرة الرضيع احمرار وتورم سرة الرضيع، واستمرار النزف من سرة الرضيع، وخروج سائل أصفر أو قيح من سرة الرضيع وما حولها، وتألم وانزعاج الطفل وبكائه عند القيام بلمس منطقة سرة الرضيع، وارتفاع حرارة الطفل أحياناً، ووجود رائحة كريهة. وقبل المبادرة بأي تصرف، يجب استشارة طبيب الأطفال بخصوص سرة الطفل في الحالات التالية: ارتخاء ملقة السرة، وانتفاخ منطقة سرة الرضيع بعد سقوطها، وحدوث النزف الدموي غير الطبيعي. ويمكن أن تصاب سرة الرضيع بالورم الحبيبي، وهو عبارة عن كتلة رخوة بيضاء أو زهرية اللون، وتفرز مادة صفراء من سرة الرضيع. عادة ما يحدث الورم بعد سقوط سرة الرضيع ولا يترافق مع التورم أو الاحمرار أو سخونة السرة، وهو غير مؤلم لأنه لا يوجد فيه أعصاب. وأكثر حالات الورم الحبيبي في سرة الرضيع لا تحتاج إلى العلاج، وتشفى بمفردها مع الاستمرار بتنظيف المنطقة وبقائها جافة خلال أسبوع. ويمكن أن تصاب سرة الرضيع بالفتق،
وفتق السرة هو كبر حجم الفوهة التي كان يخرج منها الحبل السري، لدرجة أنه بعد سقوط السرة لا تنغلق هذه الفتحة وتنتفخ عند ضحك أو بكاء الطفل، وحينها يمكن أن يستمر بروز سرة المولود. هذه الحالة لا تشكل أي خطر ولا تعد سبب بكاء الطفل، ولا يكبر حجمها بعد الولادة، وأكثر الحالات تشفى بمفردها، ولا يفيد تطبيق الرباط الخاص أو أي لاصق على الفتق، وتكون الجراحة ضرورية فقط في حال لم ينغلق الفتق بعمر 4 سنوات، ولذلك يجب المتابعة مع الطبيب في حالة استمرار ظهور فتق سرة الرضيع. أعزائنا المتابعين، نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات حول سرة الرضيع والعناية بها. رزقكم الله وأطفالكم دوام الصحة والعافية. إن أعجبكم المحتوى نرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ودعم القناة. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد عندما ينسج الصوت معنى الحرف.